بالصحة والعافية بارك فيكم يا رب العالمين. أنا أذنتم لي بس أخذ أبو محمد شوي تأذنون لي الله يصبرنا عليه رغم ذلك على الهدايا. أول شيء أنا أكن لك يا أبو محمد كل المحبة والود في الله. والله العظيم إني أحبك في الله وكل الحاضرين أحبهم في الله. لكن ما دام الحديث متوجه لك أول شيء إحنا نشكرك على الهدايا. هذه هدايا من أبو محمد. حطوا الكاميرا اشتغلت كاميرا أي واحدة يا مخرجنا الكاميرا اشتغلت معك عشان بس أحط الهدايا عليها. هذه تشوفوني هذه على هذه إيضي. هذه طبعا أنفاس الطيب روعة ملك العود الجوري. هذه من الجوري تاجر عود هذه المفارش والملابس من محل أبو محمد عشان بس تعرفون. اليوم جايب لنا هدايا الله يسعده ويوفقه. إيه جاي يطلعوا كاشات حقت أبو محمد يستاهل. أي هذه أيضا عطر ثاني أعطاناه. وهذا ايضا شوفوا اللي مع ابو سليمان حطه على ابو سليمان دهن عود وعود وحركات. ابو محمد ها ابو محمد يحبي له والله يستاهل يا اخوي. لا لا احب ابو محمد هو مو بتحب الدهن يا طيب تعال كيف لا هلا يا ولد يا ولد الله يرفع قدرك والله ما في خساره في ابو محمد. اي والله ما في خساره ابو محمد جزاه الله خير الله يبارك فيك. يلا تعال من ذا اللي عندي في الكنترول يقول احبك يا اخي احبك انا هذا هلا اقول في واحد من المتسابقين يقول احبك بالله احبك الله يهبتنا من اجله قاعد يكلمني في الاربيس ونعم وينك سلطان يا اخوي مختفي مشتاق لك يا لب قلبك كمال هاللوحة يا هلا ومرحبا يا لب قلبك. طيب نرجع لابو محمد. اول شيء طبعا الرسائل امس ترك اشغلتني قسم بالله ابو محمد امس انا بعد جاي يا اخوي هل حق لي الخلطه اللي سويتها امس قراشيعك اللي امس العالم اشغلوني قلت لهم يا اخواني ابو محمد ما عنده عطاره بس تقول عشان تقول لهم ارتاح انا وترتاح انت. الامر الثاني انا قلت لهم محمد ما عنده عطاره. الامر الثاني هو صلح لكم عشان تتصلحون وتسوونه في البيت ولا لا يا ابو محمد كلامي صح ولا غلط؟ نعم صحيح. تفضل ابو محمد تفضل. اولا بالنسبه لهذه قد تكون مصدر رزق لناس معينين. سلام عليك. فن العطور ما هو في شيء واحد يعني كثير من الناس يظن الى انه الا لازم كحول ولازم مذيب ولازم تحط الطيب وانتهينا. لا قد تحطه في لوشن قد تحطه في فازلين قد تحطه في دهن عادي. وهذه من ابواب الرزق اللي يمكن انت تكتسب وتكتشف اشياء جديده غير اللي اعطاك اياها. طبعا دخولي انا في الاعشاب يا ابو راشد والكلام للجميع ما كانت في الفكره ولا كانت لكن البحث عن العود وعن ما ورد في القران والسنه جرني الى بعض الاشياء وبعض العطور وبعض اللي هو موجوده في اشجار وموجوده في زهور موجوده في الارض موجوده في الحيوان. بديت أكتب وأبحث حتى صرت أملك من كتب الأعشاب الكثير يعني أنا شفتها والله طلعت عليها والله فأبحث فيها يعني فيها أشياء يمكن لو بقولها لكم ما هي موجودة عندنا ولا يمكن نعرفها باسم ثاني. فاضطريت لأني إذا قريت عن العشبة وقريت عن الوردة وعنها الزهرة وعنها الغصن وعنها الشجرة وعنها الجزئية إلى أني أبحث وين هي فيه وشلون ألقاها وش علاجاتها وش أستفيد منها. ثم اضطريت إلى صرت لأني أحاول لأني أربط بين الرائحة وبين الدواء إلى أن وصلت إلى في مرحلة لأني أحاول أن أتداوى ببعض الروائح. الله يبارك. منها الاكتشافات اللي هو مثل الخزامة. من منا ما يحب الروض اللي مليان خزامة؟ سلام. هذا اللي طلعت في الروض واللي هو مليان خزامة إلى أن تنفتح نفسك وتلين أعصابك وتسترخي أعصابك ثم تلقاك حبيب مع من حولك. يعني اللي كاشتين في روض فيه خزامة أو في مكان فيه خزامة تلقاهم كلهم ودودين محبوبين هشين بشين يعني فيهم من الطيبة فيهم من العطاء. طيب ترى عندنا سواليف واجد يا محمد حتى الحليب اللي من الناقة أو الماعز أو الضان اللي ترعى في الخزامة حليبها مهدي حليبها من ضمنها إلى أنها تجلب الاسترخاء لبعض الناس. يعني كثير من الناس سألوني وأبد شمها الطيب أو شمها الرائحة تجدك لين. الثاني في عطنا حق الفازلين عشان ننتقل حق الفازلين هذه أنا أعرف خلطة على السريع وشي بس عشان ننتقل لموضوع ثاني عندي من الكركم ومن زيت الصندل ومن الفازلين. الصندل هذا وين حصل؟ الكركم والفازلين موجود إيه طيب. بس الصندل الصندل من عند
أهل الطيب يعني أهل الطيب تلقى عندهم دهن صندل، في الدهن الهندي وفي الدهن من دول أخرى، لكن ترى ما يفرق بين أنك تقول والله صندل تروح تشتري لي ربع التولة ما أدري كم. شهادة لله، نعم، اليمس أخذت منك أعطيت إحدى قريباتي، والله تقول ما شاء الله، يعني مع المرهم هذا والدهون هذا تقول حسيت ان بشرتي طلعت صراحه بعد دهون من البشره. اسرع يا اخوي والله، كثير من الناس يعني وش بشرته طلعت يا اخوي، يعني تحسنت الحكه، تحسنت يا اخوي، تحسنت هي طلعت هالبشره. عاد انت رجعها، عاد انا حطيت منه مسكت الجوال، جاتني عدوى ابو محمد صرت امسك الجوال. طيب محمد عشان بنتقل نرجع نتاكد الى انها الصندل ما هو بترى شرط لانه يكون صندل اصلي، صندل طبيعي، لا جاك كيماوي، جاك يعني برزت، ما هو بجيد، ما هو بياخذ اول ناصعة البياض. فالصندل ما هو بشرط، لان بس المهم يكون تركيبته تركيبة الصندل، وباذن الله الحساسيه او الاكزيما او الحكه حتى الى انها ما يسوي كذا. الطريقه هذه ترى طريقه حتى التعطر، يعني بدل ما انك تدهن بدهن حتى مصالح ما هضمها، لا تاخذ باصبعك من هالعلبه وتدهن يدينك وتدهن وجهك وتدهن اي ثلاث حاجات، الكركم طبعا. بالنسبه للرجال اذا كان صاحب المنتج يعني بيبيع للرجال يقلل محمد زعل الكركم فيه. الله يجزاك خير يا ابو، لان الاصفر ما هو من طيب الرجال. الله يجزاك خير يبارك فيك. ابو سليمان عنده بعد شيء اليوم نبغى نقدم اشياء اللي بيننا وكذا، اشياء جميله وكذا. اي والله، طول عمركم، انا والله طول عمركم عاجز عن الشكر والتقدير.